الدكتور عبد المنعم سعيد المحلل السياسي والكاتب السياسي، لماذا يصر الرئيس دائما انه يذكر الدعم الخليجي لمصر في الاوقات الصعبه؟ يعني هو حديث في مجمله عن التجربة المصرية الصعبة في ذلك الوقت، وبيضع الموقف الخليجي والموقف العربي العام في تلك اللحظة باعتباره أنه كان جزء مهم من الذي حدث. يعني هو نوع من التسجيل التاريخي لهذه المواقف. هي طبعا حدثت منذ سنوات، لكن ايضا تولد عنها في رايي تجربه اصلاحيه كبيره جدا، سواء في مصر او في السعوديه او في الامارات او في الكويت او في الاردن او المغرب. يعني حصل تيار رد على ما سمي في ذلك الوقت بالربيع العربي ذو طبيعه جذريه، وقام على اكتاف تعاون مصري مع دول الخليج جميعا والسعوديه ويعني جميعهم كما ذكرت، نظرا للأدوار الحقيقة اللي قاموا بها في هذه المسألة، سواء على مستوى العون المباشر أو على مستوى الدبلوماسي في العالم كله. يعني أنا أعتقد أنه الرئيس بيستغل فرصة يعني قمة الحكومات اللي موجود في دبي لكي يسجل هذه النقطة ويضع أمام التاريخ أمور مرة أخرى على الناس أنها تتذكرها في هذا الوقت، اللي هو وقت في ضغوطه الخاصة، اللي هو ضغوطه الخاصة اللي نجمت عن أحداث دولية عارفينها، ونجمت أيضا عن أوضاع اقتصادية كبيرة موجودة على مستوى العالم. فهو هنا بيقيم يعني اللحمة العربية عن طريق حديث رئيس دولة إلى هو دايما يقول إيه، بكلم المصريين وبكلمكم وبكلم بقية الإخوة العرب والأشقاء العرب. يعني تحدث الرئيس عن العلاقة مع الإمارات، وهي علاقة مهمة جدا، هناك أيضا علاقة مهمة العلاقة مع السعودية، وهنا لما قطعوا فيصل بن حريز قال له ولكن هناك كلام عن خلافات، فأراد الرئيس أن يرد الباب للمرة الثانية على قصة الخلافات. ماذا تقول في ذلك عن العلاقة مع السعودية بالذات؟ يعني كان يعني استاذ لميس كان يعني رئيس ديكول كان له تعبير لطيف جدا لما يتقال اي موقف يقول هاتوا الخريطه. فانا بقول انه علينا في هذا الموقف ان احنا نبص على العناصر الموضوعيه على الارض اللي هي مرتبطه بالجانب الجيوسياسي اللي موجود، اللي هو بتخلقه الطبيعه الجغرافيه الموجوده في المنطقه، اتفاقية تخطيط الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قيام نوع من التكامل الإقليمي الموضوعي متعلق بالكهرباء، متعلق بعملية التنمية الجارية في السعودية اللي فيها تركيز كبير جدا على الشمال الغربي، بينما مصر بتركز على الشمال الشرقي المرتبط بتعمير شبه جزيرة سيناء. السعودية ومصر، السعودية بينهم علاقات تجارية واسعة، هناك علاقات بشرية واسعة، يعني ليس فقط أن المصريين يذهبون إلى السعودية للعمل، لكن هناك أكثر من مليون إقامة للسعوديين داخل مصر. فالعلاقات الموضوعية كبيرة جدا، لكن هناك أيضا ناس لا يحبون ذلك أن يحدث، وللأسف أحيانا ممكن ناس يعني غير مسؤولة تقوم بأنها تكون حساسيتها فائقة. وانا ربما اتكلمنا في ذلك من قبل استاذ لميس، موضوع ادوات التواصل الاجتماعي انا شخصيا لا اعطيها يعني اي اهتمام، لانها ليست مرجعا وليست امرا موثوقا فيه، وانطباعات ناس، والدس فيها يعني يمكن ان يتم من اجهزه مخابرات ومن تنظيمات ارهابيه ومن امور كثيره. لكن أنا عايز أقول إنه وهذا حديث للإعلاميين وحديث للسياسة، لا تعطي لهذا الأمر يعني قدرا كبيرا من الاهتمام، ودعونا جميعا الموجودون في هذه البلاد والذين يواجهون تحديات كبرى أن نتطلع دائما للمستقبل، كيف نضيف لما مضى،
يعني المواقف البطولية التي جرت من الإخوة العرب في وقت المحنة المصرية في يعني من 8 سنين دلوقتي أو من على 10 سنين، إنه في الحقيقة نتحدث كيف سوف نكون في المستقبل. يعني هناك حديث مثلا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحدث أن أوروبا الجديدة في العالم سوف تظهر من لدينا من الشرق الأوسط. ده كلام مهم في رأيي، وإنه اللي بنعمله هو الطريق إلى ذلك، هو طريق ليس سهلا، هناك فيه كثير من الأشواك، هناك كثير من الأمور التي لا نستطيع أن نتحكم فيها لأنها تصرفات دول أخرى ودول كبرى ودول يعني ذات شأن في النظام الدولي، لكن مع ذلك فإحنا بنبني هذه العلاقة اللي كانت موجودة في قمة العربية الصينية والقمة العربية الأمريكية. لدينا بدايات في رأيي لتحويل عمليات الإصلاح الداخلية إلى نوع من الإصلاح الإقليمي، اللي هو يعني قضى على بعض التوترات. هل نذكر الذي كان موجودا بين ما سمي بالتحالف الرباعي وقطر؟ وانتهى ذلك الآن، لأنه في عملية أنه لا ينبغي أن يتحدث توترات بين الدول العربية، وإنما يجب أن يحدث عملية تعاون وبناء. وكان الكل موجود ومسرور بشدة جدا عندما نجحت الدوحة في أن هي تخرج كأس العالم بشكل مشرف، وكانوا كلهم لدينا هنا في مصر في شرم الشيخ أثناء كوب 27 اللي كان فيه يعني أكبر يعني رد على كثير مما يقال. معرض الكتاب أهم معرض في الحياة، والمعرض السعودي يعني المشاركة السعودية كبيرة الحد في كوب 27. السعودية كان فيها لا معرضين كبار، واحد في المنطقة الزرقاء وواحد خارج المؤتمر كله. في الحقيقة يعني أمور مشرفة وتسعد أي عرب. هناك الكثير من المصالح هي التي يجب أن نتحدث عنها. يعني لماذا لا نأخذ المناورات العسكرية التي تجري بانتظام شديد خلال السنوات الماضية كلها في البر والبحر والجو بين مصر والسعودية؟ المناورات دي ما بتعملش للشو، ما هي الشو بيزنس، ده جزء له علاقة بالعلاقة ما بين المؤسسات العسكرية المصرية والسعودية. الكلام عن استغلال المنطقة شمال البحر الأحمر بشكل يعني فيه من التعاون بين البلدين أمر أنا أعتقد أنه مشرف، وأنه من الممكن في المستقبل أن يكبر بشكل غير عادي. يعني يوجد على جانبنا في مصر 81 جزيرة يوجد قدهم وأكثر منهم على الجانب السعودي. عندما نتخيل ما هم موجود في ذلك من غاز، من إمكانيات السياحة المشترك، يعني أنا أعتقد أن الفرص اللي أمامنا أكبر بكثير جدا من لحظات أو تعليقات هنا أو هناك. نعم. أنا رأيي لا ينبغي أن نعطيها يعني أي درجة من الاهتمام لأنها لا تستحق. شكرا دكتور عبد المنعم سعيد، السياسي والمحلل السياسي الكبير.